أهلا بيكم في آخر درس من دروس جيت. في الدرس ده هنتعرف إزاي نعمل ريستور لفايل معين أو نسترجع فايل معين. عشان نسترجع فايل معين بنقول جيت تشيك أوت، وبعدين اسم الهيد كود، وبعد كده الفايل اللي احنا عايزين نسترجع. طيب الهيد كود أكيد انتوا عرفتوه من الدروس اللي فاتت، واللي لسه معرفوش هنتعرف عليه دلوقتي. لو احنا جينا عملنا get log هنلاقي كل التعديلات اللي تمت عندي في المستودع، وكل تعديل او كل كوميت عندي بكود موجود وهو بيسميه الهيد. طيب هو بيعرف منين الهيد اللي انا فيه دلوقتي؟ لو احنا دخلنا على ملف الجيت اللي معمول له هيدن هنلاقي ملف مخصوص للهيد. لو شفناه على الاديتور هنلاقي ان هو كاتب الريفرنس في الريف هيد ماستر. لو دخلنا على المسار ده ريف هيد ماستر، طبعا انتم ملاحظين ان في عندي تو برانش اللي هو الديف اللي احنا كريتناه الفيديو اللي فات والماستر. لو احنا فتحنا الماستر عندنا في الاديتور هنلاقي الكود بتاع الهيد حاليا اللي انا واقف عليها في البرانش اللي اسمه الماستر. دي فكرة الهيد بمنتهى البساطة. طيب اللي يهمنا من ده كله ان كل كوميت ليه كود انا باخده كده عشان استرجع منه الفايل المعين. فاكرين الملف اللي انا مسحته في فيديو ديليت كان اسمه ديل بي اتش بي. لو انا حبيت استرجع الملف ده نوز كلير جيت تشيك اوت الكود ديل بي اتش بي انتر هنلاقي ان الملف رجع. دي فكرة ازاي نعمل اسطور للفايل بتاعنا، و عرفنا فكرة الهيد باختصار كده او بسرعة. ان شاء الله هنتعرف اكتر عن الحاجات دي في كورسات متقدمة، بس اللي يهمني ان انت عرفت الحاجات الاساسية في الجيت. اتمنى ان شاء الله يكون الكورس عجبكم ومفيد. في فيديو أخير نتعرف فيه، هنعمل سمري كده للي تم وهنتكلم في شوية حاجات. فأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.